بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. الصوم خلاص هيبتدي بمشيئه ربنا. الصوم مفرح ونحس الصوم جاي بقى الدنيا تقفل شويه. في الحقيقه الصوم مفرح لان الواحد بيحس ان هو الصوم ده لو صامه صح بيتنقل خطوة لقدام، بيطلع سلمة لفوق. كل ممارسات الكنيسة ان كان اسرار او ممارسة بنمارسها جوه الكنيسة محتاج ان الواحد يعيشها صح، يعيشها صح بالظبط كده. في ادوية بس يقول الدواء ده يتاخد مثلا على معدة فاضية لازم يكون صايم. طب لو كلت لا يقول لك خلاص ما يشتغلش. الدواء ده لازم المعدة فاضية، مش هيمتص كويس خلاص. فالواحد علشان يستفيد يمشي زي ما هو مكتوب. الدواء ده يتاخد مثلا بعد الأكل بساعتين أو يتاخد أيا كان. كل حاجة في الدنيا لازم الواحد لما بيتبع التعليمات صح بيدي نتيجة حلوة خلاص. أنا أكلمكم النهاردة على الصوم في أربع حاجات. إيه هو الصوم المقبول اللي ربنا يحبه، ونشوف أمثلة في الكتاب المقدس لناس صاموا، ونشوف أقوال آباء عن الصوم، وكم تدريب نعملهم في الصوم. كله سريع سريع كده ماشي. اللي مش هيخلص النهاردة مش مشكلة، لكن اللي أنا عايز أقوله أول حاجة إن الصوم ده أول وصية ربنا قالها. أول وصية لما ربنا قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل إلا إيه؟ شجرة معرفة الخير والشر. ما كانتش وصية صعبة، هي شجرة واحدة والجنة كبيرة جدا جدا، يعني تقريبا واخدة سوريا وأردن وفلسطين، كل ده كان جنة عدن، تبع جنة عدن. طيب يعني يقولوا من العراق لحد البحر المتوسط كل ده كانت جنة عدن، وطلب منه شجرة واحدة بس ما يكلش منها. بس للأسف آدم سقط وكل من الشجرة دي. فالصوم وصية ربنا قالها، عشان لو حد قال يعني جبنا الصوم ده منين، ده بداية الكلام خالص ان الواحد يقدر ان يكون ليه الارادة ان يمنع نفسه عن حاجة بيحبها. اكتر غريزة في الانسان هي غريزة الاكل، اكتر حاجة حياته في اكل. يعني ممكن تبقى في غرائز تانية، بس هو لو الدنيا يعني فديت خالص وفضل له غريزة واحدة يقول لك ايه؟ عشان ما موتش اكل. عشان كده يقولوا يتحكم في الغريزة دي يقدر يتحكم في اي حاجة بعدها، واللي يتغلب منها ممكن يتغلب بعد كده في حاجات تانية في حياته. عشان كده موضوع الصوم ده مهم جدا، وربنا زي ما قلت لكم اداه لآدم علشان يعبر بيها عن حبه، انه هو انا عشان خاطرك يا رب انا مش هاكل من الشجرة دي. في نفس الوقت يكون لي ارادة انه هو يقول لا، يقول لا. ومهم قوي كل واحد فينا ان هو يعرف يقول لنفسه لا، مش هعمل كده، مش هاكل كده. لما الواحد يعرف يقول لا يقدر ينتصر على ايه؟ الخطايا بعد كده. السيد المسيح لما جه بعد ما اتعمد كانت بداية خدمته ايه؟ آدم الأول سقط لما كلم الشجرة. آدم الثاني اللي هو السيد المسيح أول حاجة عملها راح بعد المعمودية عمل ايه؟ صام 40 يوم يجرب من إبليس. وأول تجربة قال له ايه؟ جاع أخيرا، قال له كل هذه الحجارة أن تصير خبز. نفس الموضوع،
تاكل. تاكل الأول كل والتانية كل. فالسيد المسيح قال له إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، تخرج من فم الله. طيب آدم الأول سقط في موضوع أنه هو معرفش يضبط نفسه. نلاقي مين تاني خسر خسارة كبيرة جدا جدا؟ أنه معرفش يضبط نفسه، وعشان أكلة باع إيه؟ بكريته عيسو. عشان أكلة عدس، أكلة عدس ما هياش يعني. لكن بصوا أقول لكم على حاجة، لما الواحد يبقى شهوة الأكل عنده متملكة يضحي بالغالي والرخيص. عشان أكلة عدس حصل إيه؟ إن باع البكورية بتاعته وخسر إن هو يكون إيه؟ يجي من نسله السيد المسيح. في هوشع 13 في آية جميلة قوي بتقول، ربنا بيقولها إسرائيل، بيقول أنا عرفتك في البرية في أرض العطش. ربنا إيه؟ عرف إسرائيل، وإسرائيل عرف ربنا فيه في البرية في أرض العطش. ولما رعوا شبعوا، شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني. واحد بقى ايه؟ شبع. احنا لو قلناها على الماديات كده، ساعات الواحد لما يشبع ينسى ربنا، مش كده؟ راحوا ولما شبعوا نسوني. لو بصينا لادم وبصينا لسيد المسيح، ادم كان في وسط الجنه كلها، والشجره دي في شجر تاني، وفي حاجات شهية برضو للنظر وبهجة للعيون. لكن السيد المسيح انتصر فين؟ في البرية. كان من حقه يقول ده ما فيش أكل، ده صرت 40 يوم، ولما يقول له كل هذه الحجارة أن تصير خبز، إنه هو كان ممكن يحول حجارة خبز، ولكن رفض كده، رفض عشان يدينا طريق النصرة على الشيطان. طريق النصرة ان الواحد مهما كان محتاج وكان يقدم له الشيطان، ما ياخدش حاجة من ايد الشيطان. ادم الاول كان من ايد الشيطان، كان من ايد الشيطان. وعشان كده نلاقي سر الافخارستية اللي هو سر الشكر. كان الاول قالوا ان ادم لما سقط، لما اكل من ايد الشيطان وسقط، فاحنا بقينا ايه؟ لما جينا ناكل، ناكل من ايد مين؟ ناكل من ايد ربنا. وسميناه ايه؟ سر الشكر. اكل من ايدك انت يا رب. طيب انا قلت لكم عايزين نتكلم على الصوم المقبول. اشعياء 58 ده اصحاح احفظوه، لانه مهم قوي الشاهد ده، لانه بيتكلم على الصوم المقبول. ربنا بيقول لاشعياء، نادي بصوت عالي ولا تمسك، ارفع صوتك كبوك واخبر شعبي بتعديهم. يعني البوك ده دايما في الكتاب المقدس علامة انذار، زي كلاكس العربية كده بيزمر كده، خد بالك لخبطك. خلاص يقول اياي يطلبون يوما فيوما ويصرون بمعرفة طرقي، كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها، يسألوني أحكام البر ويصرون بالتقرب إلى الله ويقولون لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا أنفسنا ولم تلاحظ. جرأة قوي يعني، انت مش بتبص لنا ازاي يعني؟ احنا صمنا، مش باصص لنا ليه؟ حتى في طريق كلامهم كده ايه؟ احنا صمنا مش باصص ليه؟ مش واخد بالك ان احنا صايمين يعني؟ وليه يعني ما مش حاسين ان انت الصوم ده عمل حاجة ولا استجابت لينا في حاجة؟ فقال لهم بقى الصوم المقبول، زللنا أنفسنا ولم تلاحظ، ها إنكم يوم صومكم تجدون مسرة وبكل أعمالكم أشغالكم تسخرون، ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر. هي كانت حياتهم إيه؟ هم مجرد غيروا أكل، طبعهم هي
مسرتهم هي هي، يضربون بلكمة الشر، في خصومة والنزاع، كل الكلام ده موجود. ويقول لك احنا صايمين، ده مش اسمه صوم، ده اسمه انا غيرت اكل. لستم قد تصومون، كم اليوم لتسمع صوتكم في العلاء؟ مثل هذا يكون صوما اختاره، يوما يذل الانسان فيه نفسه ويحني كالاسل راسه ويفترش تحته مسحا ورمادا. هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ هو كان صوم مظهري، ممكن يفرش المسوح يبان ان انا صايم، واخدين بالكم؟ يحني كالاسل راسه، الاسل ده نبات مائي عامل كده، رمز ايه؟ واحد يعني يدعي الاتضاع، يعني شكل. عشان كده المظهريه في حياتنا ان انا صايم، انا صايم ولازم اصوم عشان ما يصحش ما اصومش، ممكن، او ما ينفعش اقول ان انا فاطر، او ان انا ابان بمظهر اتضاع، او ان انا ما زلت مخاصم وبصوم. كل الحاجات دي، واضرب بلكمه الشر، واحد يعني شر يخبط يعني يتخانق وينازع، هل ده صوم ربنا يختاره؟ طبعا لا. عشان كده الكتاب علمنا ان الصوم لازم يكون مصحوب بتوبه، لازم يكون مصحوب بتوبه. تقول لك الصوم ده حاجه حلوه قوي، خزين ونخزن بركه وللسنه وكلام ده، وكلام حلو قوي. مجرد ان انا غيرت اكلي الدنيا كده بقى كويسه وانا بخزن وحاجه حلوه وانا طلعت درجه؟ لا، كل الامور المصاحبه للصوم هي اللي بتدي بركات الصوم. هما حاجات كده زي ايه؟ الجناحات كده يخلوا الصوم ده يطلع. لكن من غير صوم، من غير ما الواحد يعيش الصوم كما يجب اللي ربنا عايزنا نعمله، هنلاقي ان احنا بنصوم ونقول له ايه؟ زللنا انفسنا ولم تلاحظ، انت مش واخد بالك ده احنا صايمين. وكل واحد بقى يتفنن في صومه، اللي يصوم بميه وملح، واللي يصوم يقول لك لحد النجمه، واللي يصوم، كلها حاجات جميله. بس في الحقيقه مش هو ده المقصود، مش هو ده المقصود. ربنا عايز قلب، ربنا عايز حياتنا تتغير، حياتنا تتغير، والصوم هيساعدنا على كده. يعني الصوم هيساعدني ان انا اتغير واكون كويس. فيكمل بقى الصوم المقبول يقول عليه ايه؟ أليس هذا صوما أختاره؟ أول حاجة يقول حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرار، قطع كل نير. أليس أن تكسر للجاع خبزك، وأن تدخل المساكين التهين إلى بيتك، وإن رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك. يعني أنا لو عملت كده، إن أنا أدي المسكين، أراعي المسكين، إن أنا أطلق إطلاقا للمسحوقين أحرار، قطع كل نير. نير يعني إيه؟ النير لما حاجة تربطني بحاجة، نتربط أنا وحد في حاجة، النير ده يبقى إيه؟ زي رباط خطية كده، وقت عن نير ده عني. لما انا اعمل الحاجات دي الاقي ربنا ايه؟ يقول ينفجر مثل الصبح نورك، وتنبت صحتك سريعا. يعني وعد ربنا ان انت لما تصوم الصيام اللي هو يختاره، يقول ما تخافش، تنبت صحتك سريعا. احنا بنخاف، ومن قبل ما نصوم بناخد حل، من قبل ما بنصوم. طب ما تجربوا كلام ربنا وتشوفوا ازاي تنبت صحتك سريعا، تنبت صحتك سريعا. فاكرين دانيال والثلاث فتية لما كانوا راحوا في بابل وكانوا هياكلوا من مائدة الملك وليهم اكل كل يوم، وطلبوا القطاني اللي هو بكليات، كانت صحتهم وحكمتهم اكتر بعشر اضعاف من كل الشباب
اللي كانوا بياكلوا الاكل الفطاري. هي مش كانت بدايتنا ربنا ادى الانسان ان هو ياكل اكل نباتي وكانوا بيعيشوا بالتسعمائة سنة فوق 900 سنة؟ يوم ما اكلوا اللحمة مش عمرهم يعني نازل خالص عشان اكلوا اللحوم؟ صدقوني مش هي، تزعليش في الكلام اللي هقوله، انا بيجي لحد يقول لي اديني حل علشان ما بحسش ان الكنيسة بتتعبه، بنقول له طيب بس جربوا، جربوا، جربوا ان الواحد يصوم والواحد يحس ازاي ربنا بيسنده ويديله صحة، وتلاقي ايه الدنيا مختلفة خالص. الكتاب المقدس مليان بالصوامين، مليان بالصوامين. نلاقي مثلا على جبل التجلي، مين الاثنين اللي طلعوا مع السيد المسيح على جبل التجلي؟ موسى وإيليا طلعوا مع السيد المسيح. الثلاثة دول اشتركوا في الصوم 40 يوم، هم الوحيدين اللي صاموا 40 يوم. موسى صام 40 يوم كم مرة؟ مرتين. وإيليا صام 40 يوم، والسيد المسيح صام 40 يوم. يعني الواحد لو عايز يطلع على جبل التجلي يكون من الصوامين دول، صح؟ الواحد ازاي ان هو يبقى فرحان ان هو انا هبتدي الصوم، انا هدخل في بركة جديدة واختبار جديد مع ربنا، ان هو حاسس هديني نعمة الحاجات اللي بتغلب منها ممكن يطلعني منها. أخاب الملك كان شرير قوي، صح؟ عارفين أخاب وإيزابيل دول كانوا أشرار قوي، بس أخاب الملك الشرير ده كان إيليا حذره. فبيقول الكتاب إيه؟ عندما سمع كلام إيليا النبي بما سيحل عليه من ديكاد عمل إيه؟ يقول ذلل نفسه بالصوم، يقول شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. لما ربنا شاف كده قال ايه؟ فمن اجل انه اضطجع امامي لاجلب الشر في ايامه، بل في ايام ابنه اجلب الشر على بيته. هو كان يستاهل، بس مجرد ان اتذلل قصاد ربنا، اتذلل وهو بالشر ده كله، ربنا يعني محد يتذلل قدامه بيقدرش، يقول له خلاص. عشان كده مهم قوي ان الواحد في الصوم يقول لك صام وتذلل، يتذلل قصاد ربنا، يقول له سامحني يا رب، ارحمني يا رب، يعني ينزل كده وينصحك ويضرب مطانية، سامحني انا غلطان في كذا، انا متسلط عليا كذا، حلني من كذا. ويقعد الواحد كده، ربنا لما يشوف الواحد صام من قلبه. هو هنا أخاب اكيد لما شق ثيابه ولبس مسح وعمل كل ده اكيد يعني خلى ربنا اتحنن عليه، لان ايه؟ صامه صح، يعني صامه صح. كان في ملك برضو اسمه يهوشافاط. يهوشافاط ده كان جم بني مؤاب وبني عمون، دول شعبين، دول يبقوا ولاد بنات لوط. الشعبين دول بني مؤاب وبني عمون، دول ولاد بنات لوط من ابوهم، كانوا اشرار، نسل وحش. يعني ايه اللي عمله يهوشافاط؟ نادى بصوم في كل يهوذا، كل يصوم. وايه اللي حصل؟ ان ربنا خلاهم ان هم ايه اللي الموضوع ده يعدي وما يحصلش حاجه. دانيال صام 3 اسابيع وربنا وراه رؤى ووراه المستقبل. عزرا ونحميا لما كانوا عشان اورشليم المتهدمه، الاثنين صاموا. يقول في نحمي يقول جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء.
ولما دخل للملك بقى الملك قال له خد وروح واعمل واعمل واداله ان هو يساعده. صام. استير كان مؤامرة من همان ان يهلك كل شعب اليهود. لما استير قالوا بلغت ان هي الكل يصوم وصاموا وصامت هي وجواريها، ايه اللي حصل؟ ربنا قلب الدنيا كلها، قلبها كلها. همان اللي كان عامل مؤامرة همان اتصلب، وشعب اليهود ايه اترفع، ومردحاي بقى في يعني زيه رئيس وزراء كده. ايه اللي قلب الدنيا؟ صاموا بجد. علشان كده الصيام ليه قوته. ساعات كده لما كان سيدنا نقول هنصوم 3 ايام، صدقوني كانت الناس اللي مره تخاف، لو هتصوموا ليه؟ يعني حاسين في الصوم ده مش حاجه عاديه، لا ده فيه قوه، هتصوموا ليه؟ لا، الصوم يقلب الدنيا كلها. داود النبي يقول اذللت بالصوم نفسي، اذللت بالصوم نفسي، ركبتي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل. كل ده بالايه؟ صام ذلل نفسه. وعشان كده تلاقي ان ربنا ايه يتحنن. ارميا النبي كان بيوضح ان ربنا مش بيقبل صوم الخطاة، لازم يتوب الاول. فربنا قال له قول لهم ايه؟ حين يصومون لا اسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلها، بل بالسيف والجوع والوبا أنا أفنيهم. دول ناس صاموا بس في شرهم. قال لهم يصوموا مش هقبل. إما كانوش يرجعوا عن شرهم مش هقبل، بالسيف والجوع والوبا أنا هفنيهم. يقول النبي يقول إيه؟ قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. ما هو الصوم عبارة عن ايه؟ قوته بتيجي منين؟ ان الصوم ده لما بصوم يخلي الروح نشيطة، اعرف ايه؟ اعرف اصلي، اعرف اقرب من ربنا، الاقي في الصوم كده ازاي اقدس الصوم ده، يبقى صوم مقدس. ان هو الاقي نفسي بصلي، الاقي نفسي بقرأ انجيلي، انا نفسي باخد فترة مع ربنا. كل الحاجات دي بتخلي ايه؟ الصوم يعمل عمل جواي. يونان النبي وصوم اهل نينوى اللي هو كان ربنا يعني كان هيفني المدينة، لما صاموا ربنا ايه رجع. عشان كده مهم قوي ان الواحد يعيش الصوم صح. الصوم محتاج صلاة، الصوم محتاج صدقة، الصوم لازم فيه التوبة. من غير توبة ربنا مش بيقبل اصوامنا. هقول لكم شوية تدريبات كده في الصوم. أول حاجة ضبط النفس. من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. مين قال كده؟ بولس الرسول، صح؟ بولس الرسول قال كده، من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. طب أضبط نفسي في إيه في الصوم؟ أضبط نفسي في نوع الأكل، وأضبط نفسي في كمية الأكل، وأضبط نفسي في ميعاد الأكل، خدين بالكم، وأضبط نفسي إن أخد بالي من لساني إن هو ما يقولش كلام مش كويس. علشان كده يقولوا ايه؟ هل ينفع الواحد يصوم ويعني وياكل لحوم الناس يتكلم عليهم؟ هو ده صوم؟ صح؟ اضبط نفسي في كل حاجة، اضبط عينيا، اضبط افكاري، كل الحاجات دي الصوم كمان بيساعدني. وانا ده بيخلي الصوم احس ببركة الصوم. عشان كده يقول قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. الاعتكاف ده يعني كل واحد يقعد ساكت كده؟ لا، الاعتكاف ان انا
أدي وقت مع ربنا. الواحد يقول كده الصوم جاي أنا عايز أعمل لنفسي إيه نظام في خلال الفترة دي، أنا عايز أدي وقت حبة وقت أزيد من اللي قبل كده مع ربنا، عايز أحاسب نفسي بجد، عايز أشوف أنا ليه بقع في الخطية، عايز أنا إيه اللي ممكن أعمله، عايز أقرأ حاجة، عايز أتعلم حاجة، عايز أحفظ كم مزمور، عايز أحفظ آيات عشان لما الشيطان يحاربني بخطية مثلا أنا غضوب أقعد أقول إيه، أطلع آيات عن الغضب وأحفظها، ويجي كده هغضب كده أفتكر آية، لا غضب الإنسان لا يصنع بر له، لا بلاش أغضب بلاش أغضب. والواحد كده إيه يقعد كده يجيب آيات عن الغضب ويقول الغضب يستقر في حضن الجهال الجهال، لا أنا مش عايز ما كنش جاهل وخلي الغضب كده يبقى فيا. آيات عن الإدانة ألاقي نفسي أقول لا أنا مش هدين، كل الحاجات دي شغل أنا بعمله مع نفسي، بعمله مع نفسي بحيث إن أنا أحس إن أنا بطلع من الصوم في الآخر بإيه، إن أنا مشغول أنا بربنا عايز أقرب ليه، بشوف بأي وسيلة. هو لما يشوف اشتياقي وإن أنا بعمل كده ألاقي ربنا نفسه إيه يتحنن عليا. خراب سدوم وعمورة في مزمور 16 قالوا بسبب الأكل، بص تسمع يقولوا إيه، لأنه كيف أخطأت أختك سدوم إلا أنها شبعت من خبزها بكثرة، شبعت من خبزها بكثرة، واحد يشبع شبع بكثرة تلاقي الغرايز قامت فيهم وكان عندهم شذوذ وعندهم حاجات غريبة جدا، وإيه واتحرقت سدوم وعمورة بسبب إيه الكلام ده. عشان كده بيقولوا إيه بولس الرسول قال الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد، وإيه ويقاوم أحدهما إيه الآخر، كل واحد بيشتهي ضد التاني. علشان أخلي روحي تبقى قوية لازم أميت أعمال الجسد اللي جواي، لازم أميت أعمال الجسد اللي جواي، مش كل ما تطلبه نفسي أعمله، مش كل ما تطلبه نفسي أعمله، لازم أقول لنفسي لأ لأ. أخد بالي من كلامي، الصلاة أزودها شوية في الصيام، أتعلم فضائل، أقول أنا نفسي أكون وديع شوية، نفسي أكون وديع شوية. واحد إيه يقول أوطي صوتي شوية، يقول لك أنا صوتي كده، حد يقول لك أنا صوتي كده، لا أوطي صوتي شوية، أخد بالي بعد شوية هتعود إن أنا، عارفين زي الزرار بتاع الفوليوم كده، إن أنا بعد شوية صوتي هيوطى، ما أقولش أنا كده. اللي عايز يصوم صوم بجد واللي عايز يقدم مع ربنا ما يقولش أبدا أنا كده، أنا كده ده الإنسان العتيق اللي جواي، لكن الإنسان العتيق ده يتجدد على أي صورة خالقه، يتغير يتغير بالصوم، يتغير بالصلاة، يتغير لما أدي صدقة، لما ربنا يشوفني كده يتحنن عليا يتغير. عشان كده أشوف أنا إيه اللي جواي، نفسي أتعلم إيه التواضع، نفسي أتعلم الهدوء شوية، نفسي أسكت شوية، نفسي ما أتكلمش كتير، نفسي ما أعملش. ويقعد الحاجات دي إيه صوم في صوم، وكل مرة يطلب من ربنا وكل شوية يدرب نفسه على حاجة، الواحد يحس إن إيه حياته إيه بتتغير. عشان الوقت هقول لكم إيه كم قول كده للآباء، أحد الآباء قال الجوع هو أكثر معين على تهذيب الحواس، الجوع اللي هو الصوم يعني أكثر معين على تهذيب الحواس. يقول في بطن امتلأ بالأطعمة لن يوجد مكان لمعرفة أسرار الله، بطن امتلأت بالأطعمة ما فيهاش مكان لمعرفة أسرار الله. يقول كل جهاد ضد الخطية وشهواتها يجب أن يبتدي بالصوم، كل جهاد ضد الخطية بدايته بالصوم.
برضو حد من الاباء قال الصوم هو بدايه طريق الله المقدس، هو صديق ملازم لكل الفضائل. الصوم بدايه الطريق، طريق الله المقدس. يقول بسلاح الصوم ذل جميع القديسين الاتقياء نال اخطيط، بسلاح الصوم نال جميع القديسين الاتقياء اكليل النصره على اعدائهم. النصره ايه؟ بالصوم. الذي يصوم عن الغذاء ولا يصوم قلبه عن الحقد والكراهيه ولسانه ينطق بالاباطيل فصومه باطل. اللي بيصوم بس لسه بيحقد وبيكره ده صومه ايه؟ باطل. يقول القديس ماكسيموس يقول من غلب الحنجره فقد غلب كل الاوجاع. من غلب الحنجره هنا قصده يعني مش حنجره في الكلام يعني، بس بيقصد بيها الصوم يعني. من غلب الحنجره قد غلب جميع الاوجاع. محتاجين ان احنا نقول يا رب احنا عايزين نصوم صوم ما صومناهوش قبل كده. انا بتكلم بجد، عايزين نصوم صوم ما صومناهوش قبل كده. عايزين نقدم توبه بجد. عايز اقول لنفسي لا، مش ما تشتهي ادهولها، اي اكل بسيط، اي اكل بسيط، ما نعملش مشتهيات، لا ناكل اكل بسيط، اقلل في اكلي شوي. كان يعلمونا كده الاباء، كان يقول ايه يعني قوم جعان شوي، سنه كده قال سنه صغيره يعني، الحبه اللقمتين في الاخر دول شيلهم شيلهم تبقى حلوة. طول شوي، حاول ايه مش اول ما الواحد يصحى ياكل، يستنى شوي على قد ما يقدر، ولو ساعة ولو ساعتين ولو خمس ساعات، كل واحد اللي يقدر عليه، بس ادي ربنا. ده لو حد قال استنى ساعة عشان الدواء بنستناه صح. ساعات بنبقى يعني احتياجنا للحاجات، مثلا يقولك انا متعود اشرب شاي بلبن، اديني حلب باللبن عشان بشرب شاي بلبن، حاجات ايه طبعا ايه ما ينفعش صح. الواحد ايه ينحل من العادات اللي هي مسيطرة عليه. ناخد بالنا نصوم وما نخافش. صدقوني مش العظام هتتكسر والسنان هتقع، تفتكروش الدنيا كده يعني. لا الاكل اللي بناكله برضو فيه فيتامينات وفيه كالسيوم وفيه بروتين وفيه كل حاجة، وبعدين احنا مش صايمين على طول، ده فترة، وفيه سمك يعني، الدنيا ايه معقولة. بلاش الواحد يدلل نفسه، بلاش الواحد يدلل نفسه. نتعود ان شاء الله نصوم، نحط ساعة، بعد اسبوع نزود ساعة، بعد اسبوع نزود ساعة. لو كل شوية نزود ساعة هنحس ان احنا بالمعقول، مش بقول للدرجة ان الواحد يبقى فيها تعبان ومرهق. ساعات حد بيتبسط وكأنه بيسموه ماراثون الصوم، بيجري يجي صوم يونان، اقول لك ابونا حللني اقعد 3 ايام من غير ما اكل. طبعا الكلام ده ايه مش مظبوط، ان الواحد يبقى مش قادر. كان في قول لاحد الاباء القديسين، الواحد يوصل هو مش قادر، مش هو ده اللي ربنا عايزه. هي مش جدعانه، مش جدعانه، ولكن الواحد يصوم بالقدر اللي هو ايه يقدر يمارس نشاطه ويقدر يشتغل ويقدر يعمل، مش ان انا مجرد ان انا صمت. هي ربنا مش بياخدها بعدد ساعات، ربنا بيشوف قلوبنا ويشوف اشتياقاتنا ويشوف ان احنا بنصوم. ما نعملش زي الفريسي والعشار، لما الفريسي قال ايه انا ايه مش زي العشار ده، انا بصوم ايه يومين في الاسبوع. العشار قال ارحمني يا رب فاني خطي، بص ليه ده ما بصش ليه. ربنا يدينا صوم مقبول، لربنا المجد الدائم ابدا. اتفضلوا مساك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفر